بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وحين فتح لك باب العلم في المنع صار المنع باب العطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحانين بيكم السعادة المشاهدين، ومبسوطين باللقاء معاكم وبالحلقة الأولى بتاعتنا اللي لقينا منها إقبال شديد داخل المجال وخارج المجال، وسعيدين بكل حاجة احنا بنقدمها في المجال بتاعنا. برحب بحضرتك يا أستاذ سيد. يا أهلا بيك، ازي حالك؟ ازيك يا أحمد؟ الله يخليكم، منورنا ومشرف، ومبروك على الحلقة اللي فاتت بجد. يعني شكرا على التفاعل، شكرا على الناس اللي أبدت ملحوظاتها، وشكرا على كل واحد وجه لنا نصيحة. أنا بقول لكم احنا معاكم وعلى العهد، وطبعا هيبقى اتجاهاتنا كلها معروفة، بصريات وتوجيه وتوعية عملاء، وكل الناس إن شاء الله اللي قالوا لي على ملاحظات أنا إن شاء الله هكون سعيد بيها، وإن شاء الله نعمل بيها كلنا إن شاء الله. يا البداية نفسها كانت حلوة، اللي احنا ابتدينا بأستاذ سام منظور، دي كانت بداية بالنسبة لنا، لقينا فيها إقبال شديد في المجال بتاعنا، إن احنا ابتدينا بعلم وكادر لينا في علم البصريات. إن شاء الله إن شاء الله الأعلام لا تنتهي، كل يوم علم، كل يوم خميس إن شاء الله في مفاجآت كتيرة جدا، يعني إن شاء الله ما يعني هتشوفوا مفاجآت وأعلام ومتخصصين لكل الناس. احنا مش هنفيد قطاع بصريات بس، احنا جايين نفيد المستهلك النهائي، جايين نفيد المهتم بصحة عينيه. احنا معاكم. انا كان عندي ملحوظة المرة اللي فاتت، ناس قالوا لي يا أستاذ سيد خلي بالك من اللهجة الاسكندراني بتاعتك، انت دايما تعمل اللهجة بتاعت الاسكندراني، وانا بقول لهم متشكرين على الملحوظة ديت، وان شاء الله انا مش هنغير من اسلوبي، لان انا ما احبش التكليف في كلامي، انا بحب على طبيعتي، وبحب ان كل واحد اذا كان دمياطي اذا كان منصورة اذا كان شرقية، كل واحد ادام فاهمين بعض، احنا ليه نتكلف وليه نحط عقبات وخلي بالي من الجملة دي وخلي بالي من الكلمة دي وخلي بالي من هنا. لا، خلوني بالله عليكم على راحتي، وانا معاكم وتحت امركم، وبكلم الناس كلها اللي مش فاهمني انا هعمل المصطلحات بتاعتي الاسكندراني ديت هعمل لكم. هي حلوة السيد، مش وحشة. هي فكرة البرنامج عموما احنا وضحناها الحلقة اللي فاتت، وكانت الفكرة بالنسبة لنا مش ان احنا نطلع كناس متخصصة نتكلم ونقول على المجال بتاعنا كمصطلحات علمية او نوصل لحد، انا هدف في الاول في الاخر ان انا اوصل للمستهلك، اوصل للمواطن اللي هو العادي اللي انا واحد منه قبل ما اكون في التخصص ده، عايز ان انا حتى لو انا مش فاهم في المجال اي شيء او حاجة جديدة عليا، زي ما انا ممكن انا في الهندسة ممكن ما فهمش فيها حاجات كتير، ممكن في الطب في المجالات ما فهمش فيها حاجات كتير، اي بني ادم بيبقى ليه تخصص، بس هو يبقى جميل لو انا تعمقت او حاولت ان انا ادخل في المجال وافهم فيه، على الاقل انا لما اكون بشتري شيء او بوضح شيء للناس، دي ان شاء الله هتبقى فكره جميله يا استاذ. جميل، كل الاستفهامات ان شاء الله، هو البرنامج هيمشي ان شاء الله يعني خطوه خطوه، فاحنا عشان قبل ما نستقبل العملاء ان نوجه لهم الكلام، احنا الاول بنقول بالظبط احنا جايين نعمل ايه، احنا قطاع بصريات، احنا اطباء رمد هيجوا هنا، هتسالوا كل الناس هنا هو والمتخصصين، واللي هو هيقول لك الحل النهائي لك كده هو. ما لناش برنامج دعائي 100% او دعايه او جايب شركه، لا انا جاي هنا هو للعميل النهائي بس. الكلام دوت مش هيجي في الحلقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، خلينا نستحمله بعض كده اهوت لغايه ان شاء الله بعد كده اند يوزر دوت ان شاء الله نتشاف للعالم كلها ولنا صوره ولنا منهج، وكل الناس تحب وتفتح التلفزيون وتتفرج علينا، والناس تحضر اسئلتها، اللي عنده نظاره عدستها تخينه نعمل ايه، اللي عنده ليزك يعمل ولا ما يعملش، كل الاسئله دي مباحه، وان شاء الله على الترابيزه ديت كل هيتجاوب عليها ان شاء الله. الشخصيه البصريه اللي معانا النهارده على المستوى الشخصي ليه كل الاحترام وكل التقدير، مش موفق لينا الحظ اللي هو يبقى معانا في الاستوديو، بس عملنا فكره جميله اللي احنا صورنا فيديو معاه، بحيث ان الفيديو هيتعرض لحضراتكم بكل الفكره بتاعته وكل الدراسه بتاعته. انا مش عايز اقدمه كشخص بصري،
لان هو كل الشخصيات وكل الكوادر البصريه هو معروف في كل المجال بتاعنا. بس انا عايز اقدمه كحاله. الحاله بالنسبه لي عنده هو ان انا يبقى عندي اصرار وعندي عزيمه في اي مجال او اي تخصص انا موجود فيه، سواء بصريات سواء هندسه سواء طب ايا يكن، او ايا يكن المهنه بتاعتي. فانا الرساله اللي انا عايز اوجهها من الفيديو ده مش انها بتوضح المجال بتاعنا او بتوضح الفكره بتاعت المجال بتاعنا، لا، بتوضح شخص ناجح في المجال، شخص ربنا قدر ليه اللي هو يجتهد ويوصل لاماكن كلنا بنتمنى باذن الله اللي هو يوصل لاعلى من كده. الفكره بالنسبه لنا في اللي انا ابص، حتى لو انا بره المجال خالص، ابص على اصرار شخص هو عايز يوصل لايه وقدر يوصل لايه في المجال بتاعنا، وربنا اكرمه في المجال ووصل لحد فين فيه. فانا واحد شخص من الناس لحد وقتنا ده انا بتعلم منه حاجات كتير قوي. ده كلنا بتعلمه منه. دكتور محمد سعيد طبعا غني يعني غني عن غني التعريف, عن التعريف. طبعا غني عن التعريف. دكتور محمد سعيد هو حالة نموذج يحتذي به كل مش بصريات بس، اي حد عايز علم. يعني دكتور محمد سعيد بنقول الخبرة والعلم مش بالسن، الخبرة والعلم بالتعلم. انا بتعلم منه كتير، مننا بتعلمه منه رغم هو سنه صغير جدا، انما ما شاء الله عليه، ربنا يزيده في علمه يا رب. خلونا نتابع الفيديو مع بعض ونتمتع كلنا بيه ان شاء الله، ونتعرف على الشخصية اللي معانا النهاردة ونطلع فيديو. شكرا على الاستضافة وإتاحة مجال ليا لأن أتكلم معاكم النهاردة. أتمنى إن شاء الله أن أنتم تستفيدوا جميعا، وأكون ضيف خفيف الدم وما أطولش عليكم. عرف بنفسي بعجالة للمشاهدين الكرام. محمد سعيد إبراهيم، باحث دكتوراه في التأهيل السلوكي في الحلول البصرية لعيوب الرؤية، وحاصل على ماجستير إدارة القياسات البصرية برعاية الصحية للعيون، خبرة أكتر من 12 سنة في محلات النظارات في عيادة العيون ومعامل العدسات. اخيرا وملخصا، مهنتي واللي بتجري بعروقي هي اني اخصائي بصريات وعلوم رؤية. اسمحوا لي الاول اهنيكم بالبرنامج المميز والجميل، الف مبروك، واتمنى ليكم التوفيق والسداد في تقديمه وتقديم المحتوى البصري المحترف. طبعا برسل تحياتي للزميل العزيز الشاب المهموم بقضايا المهنة استاذ احمد حسن، ولاستاذي واستاذنا الحبيب الكيميائي العلمي اخصائي البصريات المخضرم الاستاذ سيد عبد اللطيف. في الحقيقة اثناء التحضير والاعداد لفكرة الكلام معاكم النهاردة ما ترددتش لحظة وما جاليش اي نوع من الحيرة، لاني لقيت اسم البرنامج هو الفكرة والعنوان لكلامي معاكم. 6 على 6. يعني ايه 6 على 6؟ ببساطة شديدة 6 على 6 هي مقياس لقوة نظرك واللي احنا بنسميها علميا حدة الابصار او الفيجوال اكيوتي. اي حاجة بنشوفها على اي مسافة العين بتقدر تشوفها بقوة معينة ومختلفة علشان خاطر توضح لنا الحاجة دي او توضح لنا تفاصيل الجسم المرئي. في 6 على 6 تم تثبيت المسافة للبعيد هي 6 متر، وهو الرقم الاول. يعني اول 6 بنقولها دي معناها ان ده المسافة البعيدة 6 متر. امال ايه 6 التانية دي؟ 6 التانية برضو بتعبر عن مسافة 6 متر، ولكن هي بتدينا علامة او حجم الصورة على لوحة العلامات. لما بنروح عند دكتور العيون او عند اخصائي البصريات بنشوف علامة صغيرة ديت بتعبر برمز 6، وستة دي هنا بتعبر على حجم صورة على مسافة 6 متر، لان في علامة اكبر منها شوية اللي هي اسمها 9، ودي بتعبر عن جسم موجود على مسافة 9 متر، بينما العلامة الاكبر منها اللي هي 12، ودي بتعبر كمان عن صورة جسم موجود على مسافة 12 متر. وبالتالي لما انا اكون قاعد في العيادة تقريبا على نفس المسافة اللي هي 6 متر، او طبعا ممكن تبقى المسافة مختلفة في العيادة بس اللوحة معناها كده على مسافة 6 متر، بقدر اشوف العلامة الصغيرة اللي هي 6 متر. طيب لو انا قاعد على في المسافة 6 متر لكن شفت العلامة الكبيرة اللي هي 12 وما قدرتش اشوف العلامة الصغيرة، يبقى انا كده نظري بنسميه 6 على 12. وده معناه ايه؟ معناه انا عشان اشوف جسم على مسافة 12 متر ويكون واضح
اقدر احدد تفاصيله لازم اقرب منه لغايه لما المسافه بيني وبينه تبقى 6 متر. وبرده في معنى تاني ان الشخص الطبيعي او السليم يقدر يشوف نفس العلامه دي الكبيره اللي هي 12، لو بعد زي بدل ما انت قاعد على 6 متر لو بعد راح وقف على 12 متر هيقدر يشوف العلامه اللي انت شايفها على 6 متر. اذا ده باختصار شديد يعني ايه 6 على 6. انا كاخصائي بصريات علاقتي ب 6 على 6 هي زي علاقه الطبيب بسمعته، زي علاقه قويه جدا ومهمه جدا، وهي بتقوم عليها وظيفتي وخدمتي للناس والمرضى والمجتمع، لاني لما اتعامل مع المريض بيكون همي وواجبي اني اتاكد انه قادر يشوف 6 على 6 او لا، واذا مش قادر يشوف 6 على 6 بيكون من واجبي اني ادور على السبب. فلو كان السبب بصري اذا بقدم له الحل البصري، اما نظاره او قياس بصري يخليه يرجع يشوف 6 على 6. لو كان السبب غير بصري، سبب مادي او عضوي في العين نفسها، بيكون واجبي اني احوله وانصحه لطبيب جراحه العيون. ومش بس كده، وظيفتي ما بتقفش هنا، لا، بعد لما بيخلص علاجه مع الطبيب او حتى اثناء العلاج انا اقدر اتابع المريض واقدر اتاكد فيما بعد من اذا هيقدر يوصل تاني 6 على 6 او ايه الحلول البصرية المتاحة لحالته عشان ارجع اوضح له رؤيته من تاني. يبقى علاقتي 6 على 6 علاقة اساسية جدا ومهمة جدا. في سؤال، هل اي حد يقدر يشوف 6 على 6 وهل اي حد بيستخدم نظارة او لابس نظارة يقدر يشوف 6 على 6؟ زي سؤال في الحلقة السابقة من البرنامج الكريم، كان المتصل بيسأل عايز نظارة تخليه يشوف 6 على 6 عشان يقدر يعدي وينجح من امتحان سواقة العربيات. في الحقيقة 6 على 6 زي ما قلنا هو مقياس لقوة النظر او البصر، لكن مش هو الوحيد اللي بيحدد اذا كانت العين سليمة او مش سليمة، كويسة او مش كويسة. يعني في اشخاص او في ناس ما تقدر تشوف 6 على 6 بالعينين، يعني عين تشوف 6 على 6 وعين لا، من غير حتى ما يلبسوا نظاره. وفي ناس تانيين حتى هم لابسين نظاره ما يقدروش يشوفوا 6 على 6. طيب ايه السبب؟ في سببين. السبب الاول ان العين فيها اجزاء شفافه زي القرنيه وزي عدسه العين. الاجزاء الشفافه ديت لو حصل فيها اي مشكله اثرت على الشفافيه بتاعتهم او اثرت على الرؤيه، بيكون للاسف صاحب المشكله صعب يشوف 6 على 6 في بعض الاوقات. ممكن يكون سبب مؤقت يعني يتم علاجه اما بالأدوية أو بالجراحة ويرجع تاني يشوف، وإما ما يقدرش يرجع تاني يشوف 6 على 6. السبب التاني إن العين فيها أجزاء عصبية متصلة بشكل مباشر بالمخ والجهاز العصبي وبالدماغ، وبالتالي أي أمراض أو أي حوادث بتتم أو بتحصل على الدماغ أو على المخ أو في الأعصاب ممكن قوي تأثر على الرؤية وعلى العين وتخلي صاحبها لإما مش قادر يشوف 6 على 6 حتى مع النظارة، لإما ممكن يكون شايف 6 على 6 بس مجال رؤيته نفسها ضعيف مش قادر يشوف كل المساحة اللي قدام عيني. يبقى النظارة مش هي الوحيدة او مش هي الحل لوحده اللي تخليك تشوف 6 على 6. لو في اسباب تانية عضوية في العين هي المسؤولة ان هي كلها تكون سليمة، الاجزاء الشفافة والاجزاء العصبية، عشان تقدر تشوف 6 على 6. طيب هل اختبار حدة الابصار مهم؟ اختبار حدة الابصار او قوة النظر اللي احنا بنقول عليه 6 على 6 مهم جدا، واوقات كمان بنقدر من خلاله او بيكون هو بداية الطريق او بداية الخيط ان احنا نكتشف امراض في الجسم او امراض في العين، لكن مش هو الوحيد ولا هو الاساسي اللي بيستخدم علشان خاطر نعرف اذا كانت عينينا كويسة او لا. يعني مش معنى ان انا ممكن شايف 6 على 6 ان عيني كده زي الحديد مفيش مشاكل، لا، ممكن يكون قادر تشوف 6 على 6 لكن في مشاكل تانية مش واضحة، زي عمل الوان انت ممكن تبقى عندك مشكلة في الالوان بس بتشوف 6 على 6، وزي ضعف مجال الرؤية الطرفي او المحيط، يعني انت بتشوف شكل مستقيم وبتركيز لكن على الاطراف مش قادر تشوف، وده طبعا بيكون نتيجة امراض زي ضغط العين. فما ينفعش نعتمد على الاختبار ده عشان نحدد اذا كانت العين سليمة وصحتها تمام ولا احنا صحتنا تعبانة. فبالتالي لازم اختبار حدة الابصار بيكون مهم ويتعمل دايما، ولكن مش هو الاساسي ولا نقدر ناخد بناء على نتيجته ان احنا مش محتاجين اي رعاية طبية متقدمة او اي رعاية صحية للعين. سؤال تاني، هل لازم طبيب العيون هو اللي يعمل لي حدة الابصار ولا ممكن اي شخص يعمله؟ وهل اثق في اي حد يعمل لي حدة الابصار يقول لي العلامات دي فوق ولا تحت يمين ولا شمال؟ في الحقيقة لا طبعا، مش لازم طبيب العيون اللي يعمل، اي شخص مدرب بشكل كافي يقدر يختبر حدة الابصار بتاعتك على لوحة العلامات، وده بنقدر نشوفه حاليا في المدارس وفي القوافل الطبية كل الاماكن. اي حد يقدر فاهم العلامات ويقدر يسأل ويخليك تغطي عين وتفتح عين يقدر يعمل حدة الابصار. ده لدرجة ان انت دلوقتي تقدر تعمل حدة الابصار ده
عن طريق ابلكيشن او عن طريق ويب سايت في النت او عن طريق حتى ورقه على الحيطه. اخيرا والكلمه الاخيره للبرنامج طبعا شكرا ان انتوا استحملتوا وسمعتوا كل اللي فات، اشكركم على ان انتوا صبرتوا عليا. اتمنى ان شاء الله ان انا اقدم حاجه كويسه للزملاء في مهنتي، ويكون بشرة خير برنامج 6 على 6 ان احنا نقدم عمل كتابي جديد يكون مفيد لكل الزملاء العاملين في مجال النظارات، لان طبعا مش كل العاملين في مجال النظارات خريجين معاهد بصريه او كليات بصريه، ولكن حتى خريجين الجداد او حتى العاملين في المجال منذ سنوات ولهم خبره كبيره، ان شاء الله نقدم لكم كتاب علمي عملي اكاديمي وتقني وفني يكون فيه كل الاساسيات اللي خلالها ومن طريقها تقدر تخدم الناس والمرضى والعملاء بتوعك بشكل محترف وشكل تقني وعلمي وبصري مميز، وتتميز عن اي شخص بيبيع بشكل مجرد مبيعات تجاريه. اخيرا اتمنى ان شاء الله في البرنامج يتحقق الهدف، وان البصريات ومجال البصريات والعاملين في البصريات وطلاب البصريات في المعاهد البصريه ان هم يبرزوا دور البصريات في مصر، لانه للأسف احنا من اكتر الدول اللي بدأت في المجال ومن اكثر الدول اللي اتأخرت جدا في تنفيذ وفي اخراج المعنى الحقيقي لأخصائي البصريات اين كان وظيفته او مكانه في المحل او في العيادة او في المستشفى او في مركز العيون او مركز البصريات. محتاجين مننا جميعا نتجمع ونتكاتف ونظهر الدور الخدمي والدور الرعاية الصحية اللي منوط بكل أخصائي بصريات انه يعمله في المجتمع، وبإذن الله ما يكونش ده اللقاء الأخير، واتمنى ان شاء الله يكون في لقاءات متعدده، وانا معاكم ان شاء الله وهستقبل اسئلتكم واستفساراتكم وهنرد عليها باذن الله. شكرا جزيلا. ده دكتور محمد سعيد، اولا انا بشكر حضرتك جدا. ده جماعه ايقونه شباب البصريين كلهم وعلامه من علامات البصريات في مصر، ولكل الشباب قدوة ليهم كبيرة. وأنا كان يهمني اللي أنا في البداية زي ما أنا قلت اللي أنا بقدم رسالة النهاردة مش رسالة راجل أخصائي بصريات أو كمل في المجال بتاعه أو ربنا أكرمه في المجال بتاعه، لا، كانت فكرتي إن هي رسالة لأي شاب في أي مجال هتقدر تكمل بعد كده في إيه. هل هتعتمد على شهادتك فقط أو بعد كده هتحاول أنت تجتهد وتقوله بعدين أنا عايز أوصل لإيه، عايز بعد كده ربنا يكرمني في الأمور دي واجتهد فيها واوصل لأمور أعلى وأعلى وأعلى واجتهد في المجال بتاعي. أي حد هيركز في المجال بتاعه ربنا يكرمه فيه كتير قوي. اللي إيه رأيك يا أستاذ؟ والله الأول بنشكر الدكتور محمد سعيد على الفيديو الجميل دوت، وأسرى فيه حوارات كتيرة جدا، والحوارات كل حوار فيها يحتاج حلقة يعني معنا إن شاء الله. هو كان سؤالي إن بيكلف الأخصائيين البصريات والشباب في كل المعاهد إن هم يقوموا بالمهنة ويرجعوها لسابق عهدهم، فأنا بقول له الموضوع محتاج هيئات ومحتاج ناس تقيلة إن هي تاخد بيد الأخصائيين. الأخصائي يعني هيعمل ايه يعني اللي غير عايز قيادات، وان شاء الله نشوف القيادات دي موجوده على الترابيزه بتاعتنا بالظبط، يتحرك توجيه حد يتوجه، بس هم عايزين بالزبط. حد يفعلهم، عايزين نرجع دور مهنه البصريات في مصر تاني. مش معقوله يعني نبقى احنا في الخلفيه كده، وده بدور العلم زي الدكتور محمد سعيد كده اهوت، ونستنى ان شاء الله لما يجي لنا مصر ان شاء الله يبقى قيادي احنا علمي. احنا عاملين مفاجاه برضو للساده المشاهدين النهارده ان احنا هنستقبل مكالمات، والدكتور محمد سعيد هيبقى معانا في مكالمه هيرد على كل الاسئله اللي احنا هنستقبلها. ومعانا اول اتصال استاذ كمال من الشرقيه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. السلام عليكم. انا استاذ كمال الهادي من الشرقيه. اهلا وسهلا يا فندم. انا الاول بشكر استاذ سالم لطيف على البرنامج الجميل دوت. حبيبي تسلم، ربنا يبارك فيك. المجهود الجميل اللي احنا شايفينه دوت ده مجهود ممتاز. الله يعز حضرتك. واول حاجه فعلا اول صوت لينا يطلع عن طريق البرنامج دوت ده حاجه جميله جدا جدا، واحنا بنشكركم وبندعمكم عليه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا فندم. حابب اسال، الله يبارك فيك، محتاج توجه حاجه للدكتور محمد سعيد؟ سؤال. ايوه والله محتاج سؤال مهم جدا. حالة عندي ساعة طفل عنده 6 سنين. الطفل دوت ما كانش بيعاني من اي حاجه غير نسبه حول بسيطه جدا جدا، حول اللي هو الحول الانثى المتبقيه. تمام. فراح عمل العمليه، وقبل ما يعمل العمليه تمت الفحوصات عليه ان هو نظره 6 على 6. تمام. بعد
بعد ما عمل عملية الحول وهو اتعدل الحول وكل حاجة تمام، بعديها بشهرين الولد أصيب بكسر نظر يوصل مثلا 5 مع 6 استجماتيزم، يعني 5 كتير مع 6 استجماتيزم. أيوه. فنسبة استجماتيزم عالية ونسبة الولد برضو عالية تمام، والعين الثانية 9 على 5 تمام؟ تمام. وده ما كانش موجود عنده، فهل دوت من في ساد افكت من العملية هو اللي حصل هو اللي عمل الكلام دوت؟ هو بيستخدم نظارة حاليا يا أستاذ كمان؟ يعني ظروف أو ملابساته إيه؟ يعني ده خطأ طبي في العملية ولا إحنا عايزين نستفيد كلنا من الموضوع ده؟ هو حضرتك بيستخدم نظارة حاليا دلوقتي؟ أه بيستخدم نظارة طبعا. أه تمام. عدسات عادية ولا عدسات بريزم؟ لا عدسات عادية. عادية تمام. هو دكتور محمد سمعنا دلوقتي وان شاء الله هيجاوبك عشان احنا كمان نستفيد منه من الحاله ديت ان شاء الله. شكرا استاذ جمال، عم بخيرك، ربنا يبارك فيك. احنا في انتظار المكالمات وفي انتظار الاسئله معنا، وان شاء الله دكتور محمد سعيد هيرد على كل الاسئله معنا النهارده ونقدر ان احنا نستفاد بقدر المستطاع. يعني هي حاله برضو يا سيد مش قادر يوضح معاه الموضوع، المشكله في عمليه او مشكله في ايه بالظبط. هو يعني احنا الحلقات بالنسبه للاطفال هنسرد لها مش حلقه واحده، اكتر من حلقه، لان الاطفال عندنا محتاجه جهد كبير جدا. أكيد. عايزين نوعي الام ازاي تكتشف ان ابنها عنده ضعف بصر في البدايه، لان البدايه لما تعالج الضعف البصر ده بيبقى الحلول سهله جدا احسن ما انت تسيبها كده. فبالتالي هنستضيف ناس تكلمنا على ازاي الام تخلي بالي على ابنها وتعرف منين هو عنده ضعف بصر. هنتكلمه في حالات الحول وازاي يتم علاجها، لان في حالات حول بتبقى بسيطة جدا بس في إهمال أو عدم معرفة من الوالدين الأب والأم. طبعا الحالات دي كلها هتتم. هنقوله إزاي الاستخدام الأمثل للنظارة إذا كان هو بيعاني من بنعلي دور الوعي بالنسبة إزاي إذا كان هو بيعاني من استخدام النظارة يستخدمها إزاي، توعية الأب والأم إن هم يبقوا متابعين ابنهم، الحاجات في البداية خالص حلولها بتبقى مظبوطة جدا. طيب. في النهاية بتبقى خلينا برضو السيد نستقبل مكالمة برضو أستاذة زينة من جانا من اسكندرية. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت بسال الدكتور حضرتك الاطفال بالنسبه بتوع الاستاب وقت طويل جدا ايه يعني الاجراءات الواحد يحافظ على العين الطفل؟ السؤال تاني كده يا فندم. الاطفال طبعا بتوع دلوقتي على الاستاب فتره طويله جدا. أيوة. التليفونات فايه يعني الاحتياطات اللي الواحد يعملها؟ تمام. استخدام الاجهزه تمام. عموما في الوقت ده. تمام. طيب. سؤالك واضح ومهم جدا، بيعاني منه كل شعب مصر وكل الاطفال، استخدام الايباد والتلفونات واللوائع والتلفزيونات، ازاي نعمل حمايه لها للعيون. احنا مش هنتكلموا ان احنا يعني نقدر كل ده، انا محتاج الناس دي تتابع لان الموضوع كل قضيه ليها حلقه. طيب. والمتابعه في الحلقات بتاعتنا هتبقى شيقه جدا، لان احنا هنستخدم اسلوب علمي ازاي ان انت تحافظي على ابنك، وازاي الواحد يعني الارهاق اللي بيجيله ده مش الاطفال بس على فكره، الكبار كمان، الكبار كلهم بيعانوا من ضغط عصبي، بيعانوا من صداع، بيعانوا. فعندنا حلول كتيره جدا، احنا مستنيين ضيوفنا وكله هيجاوب ان شاء الله. هيوصل لحضرتك الاجابه برضو في نفس الفقره ان شاء الله. ان شاء الله. انا ملاحظ ان كل المشاكل الاطفال هو يعني يفضل ان احنا نهتم بيها بالظبط، لان مشكله الاطفال هي مشكله ان انت تقدر تحميها في البدايه. تمام. ومشكلة الأطفال إن أنت بالتوعية تقدر تتفادى مشاكل كبيرة جدا كده هو. فإحنا عشان توعية الأطفال دي لازم نفرد لها وقت كتير جدا، لأن كل أم مهتمية هي أصلا ممكن يبقى عندها ابنها وما تعرفش إن هو عنده قصر نظر أو طول نظر، هتعرف منين؟
فاحنا هندلها ازاي تعرف ابنها محتاج يروح نظاره، وامتى تروح يروح للدكتور، وكل وقت قد ايه يروح للدكتور. بالظبط. احنا معاك يعني كده ان شاء الله في البرنامج 6 على 6 ان شاء الله كله هيبقى 6 على 6 ان شاء الله. معنا استاذه امل من اسكندريه. الو. طيب فصلت المكالمه، نستنى مكالمه ثانيه. طيب. هو عامه هناخد كل الاسئله كتوعيه باذن الله، والدكتور محمد سعيد معانا. والحاجه برضو اللي مش هنقدر اللي احنا نوضحها برضو في الحلقات اللي هي اللي بعد كده. ايوه. وانا كان يهمني موضوع الاطفال فعلا، لان بعد ازمه كورونا وبعد الحظر ودلوقتي داخلين على المدارس كمان. طيب. ففكره استخدام الاجهزه عند معظم الناس يعني بشكل اكبر بتبقى استخدامها بيبقى خطا شويه. هو الطالب واحنا كمان بنستخدمه لوحات كتيرة جدا، فلازم يبقى في قاعده او رولز نعرفه ازاي الاستخدام الصح. في عدسات حمايه، في نستخدمه التكنولوجي بتاع العدسات اللي هي الطبيه اللي بتحمينا، هيبقى موجود برضو كشف الحاجات ديت، وهنبين ازاي وايه انواع العدسات. يعني هيبقى معنا اطباء هيقول لك الحمايه البسيطه لك ازاي تحمي ابنك وازاي تحمي نفسك. فكل ده ان شاء الله موجود، لان احنا في بدايه برنامجنا قلنا حاجه واحده، احنا جايين نوعي المستهلك. بالزبط. نوعي ازاي يختار نظارته، ازاي يعمل كشفه، ازاي يهتم بابنه، ازاي يهتم بصحه عينيه، هو الصحه وجمال عينيه، احنا الاثنين مرتبطين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله هنحاول بس نتواصل في مكالمه مع دكتور محمد سعيد، نتناقش معاه شويه ونتناقش معاه برضه في الاسئله اللي وصلتنا لحد دلوقتي. وفي انتظار المكالمه ان شاء الله تبقى مجديه وتبقى مفيده برضه للناس زي الفيديو كده بالظبط. هو طبعا لان هو هيتكلم منظور علمي واحنا هنبقى صانتين ليه وهنتعلمه منه. فطبعا والدكتور محمد سعيد في كتير قوي يعني يقدروا يعملوا مداخلات معانا ويقدروا يبقوا ضيوفنا هنا اهوت، على اساس نكمل رساله الحلقه، رساله البرنامج بتاعنا 6 على 6 رساله. والرساله دي هدفها العميل في النهايه، احنا مش هدفنا ترويج منتج بقدر ما احنا هدفنا ازاي العميل يحط ايده على الاختيار الصح والسليم لاختياراته، اذا كان نظارته، اذا كان يعمل عمليه، اذا كان عمليه حول. يعني انا جايين هنا عشان نقول لك ادي عينيك امانه عندنا، واي اسئلتك واي استفساراتك احنا هنا هنجاوبك عليها بكل امانه وبكل شفافيه ان شاء الله. معنا استاذ حسن. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. استاذ محمد اخبارك يا باشا؟ يا مرحبا يا فندم. سمعت ان عينيا فيها صفره كده، صفره جامده في عينيا، وبواجه في الشمس تحس اني بتزغلل كده. تمام. طبيعه شغل ايه حضرتك يا استاذ حسن؟ انا شغال في المحاره يا فندم. تمام يا فندم، ماشي يا استاذ حسن، هنجاوب حضرتك ان شاء الله. الـ 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 الحاله دي قديمه معاك ولا جديده يعني؟ فصلت المكالمة. طيب نطلع فاصل ونستقبل بعد كده مكالمة دكتور محمد سعيد. ورجعنا لكم تاني مع قامة بصرية، أستاذ فاضل بنتعلم منه كتير، الاستاذ احمد الحلواني. استاذ احمد الحلواني اخصائي بصريات والمدير التنفيذي لشركه رؤيا. واستاذ احمد الحلواني في قطاع البصريات هو غني عن تعريف، الناس كلها تعرفه، ومدير شركه رؤيا وصاحب توكيلات بصريه. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك. انا سعيد جدا طبعا بتواجدي معاكم في البرنامج،
ستة على ستة إن شاء الله يكون اسم على مسمى. وجودي في تاني حلقة ده شرف ليا. المقدمة اللي قالها الأستاذ سيد ده يعني حاجة أعلى مما أنا أستحق. حضرتك اللي شرف ليا. موفقين دايما إن شاء الله بإذن الله. والحلقة الأولى كانت ممتازة ودايما إن شاء الله حلقات كلها ممتازة ومفيدة للناس. الحمد لله. زي ما احنا قلنا يا أستاذ أحمد في أول حلقة وفي تاني حلقة، يهمنا في الأول وفي الآخر توعية المواطن نفسه إزاي يقدر يختار النظارة بتاعته، وإزاي يقدر يستخدمها، إزاي أنا أخش المكان أبقى فاهم ومستوعب متطلباتي أنا محتاج إيه، يعني ما أخدش كمان حاجة فوق المتطلبات بتاعتي. طبيعة شغلي، طبيعة عملي، يومي بقضيه إزاي، إيه اللي أنا محتاجه في العدسات، في الخامة بتاعتها، الماتيريال، طبقات الحماية، الكلام ده كله. فكان يهمنا التوعية في الأول وفي الآخر للمواطن. تمام. فهل دي لسه ما وصلناش ليها؟ لا، هي دي احنا موجودين فيها بشكل كويس جدا، لان الحمد لله رب العالمين في قطاع البصريات في مجموعة كبيرة جدا من البصريين ومن العاملين حتى في مجال البصريات من غير خريج المعاهد البصرية عندهم من الخبرات اللي بتأهلهم ان هم يساعدوا العميل بتاعهم بشكل كويس. طيب. احنا بس هنبقى محتاجين العميل اولا يدخل في المكان اللي هو الموثوق، اللي هو واثق فيه، اللي واثق في امكانيات الناس اللي شغالة فيه، وفي نفس الوقت يكون يعني مع الراجل اللي شغال ياخد ويدي، اللي هو في لينك بالظبط. اوكي، اول حاجه طبعا احنا بنعملها داخل المكان اللي احنا لما نيجي نبيع نظاره ان احنا بنطلع على الكشف بتاع فحص البصر. تمام. كشف فحص البصر بيبدا معانا مع شكل وجه العميل، ان هو ازاي هنختار الاطار المناسب للعميل. لما نتجاوز النقطه دي ونختار الاطار المناسب، فاحنا بنخش بعد كده على اختيار العدسه المناسبه. بتتحكم في اختيار العدسه المناسبه بجانب كشف البصر احتياجات العميل. تمام. طبيعه شغله، هل هو موجود في مكتب، هل هو موجود في مكان خارجي، الاستخدامات، بيستخدم كمبيوتر كتير، بيستخدم موبايل كتير، الكلام ده كله. بنخش بعد كده على نوعيه العدسات. والحمد لله رب العالمين حاليا في الوقت الحالي اوكي المنافسه في مجال العدسات مفيده جدا للمستهلك. يعني الشركات النهارده بتتواجد في السوق المصري بشكل قوي. حضرتك كل العدسات اللي هي بتتركب على النظاره، عدسات بتتركب على النظاره اللي هي يعني اوكي طيب. العدسات اللاصقه هيبقى موضوع تاني. تمام كده عشان بس لا 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 تمام. الشركات العدسات النهارده بتتنافس على التواجد في السوق المصري، وده كل ده لصالح المستهلك. تمام. مع التقدم الملحوظ في اجهزه فحص البصر، اصبحنا احنا حتى في محلات النظارات بنشوف مقاسات وبورات دقيقه جدا عن زمان. ايوه. الكلام ده كله لازم يتوفر له المخزون في شركات العدسات اللي نقدر ان احنا نجيبه وننفذه ونسلمه للعميل في وقت وجيز بما يتناسب مع احتياجاته. التنافس ده وصلنا للدكتور محمد سعيد. ممتاز. ودي هتبقى فرصه كويسه. واوصل برضو المشاهدين، دكتور محمد سعيد متواجد في دوله الكويت مش في مصر. فدكتور الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد اهلا وسهلا بيكم ومنورين جميعا، وانا سعيد جدا وبتشرف بالمكالمه والمداخله، وبعتذر عن التاخير، ولكن غصبا عني يعني كان الموضوع له علاقه بالخط بتاع التليفون. أيوة. استاذ احمد الحلواني، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. استاذ عبد اللطيف واخي العزيز احمد حسن. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظكم يا رب جميعا، ويعدي الكورونا ويحفظكم ويحفظ اهاليكم جميعا على خير يا رب. الاول متشكرين منك على الفيديو الجميل دوت اللي اسرع حلقه، واحنا كان امنيتنا طبعا تبقى معانا لايف ان شاء الله قريب، اول ما تنزل ان شاء الله تبقى ضيفنا هنا حلقات متتاليه ان شاء الله، لان انت اضافه قويه لقطاع البصريات، ونتشرف بيك يا دكتور محمد. شكرا، شكرا جزيلا، ده الشرف ليا والله بيكم والبصريات اللي ربنا جعلها سبب في ان هي تشرفني. يعني انا ما عملتش حاجه، ربنا اللي جعل البصريات هي السبب في ان انا اقدر اخرج اللي اقدر عليه من مجهود، وربنا طبعا هو اللي في الاخر الفضل والمنه له جميعا. يعني دكتور، كان في اسئله قبل مكالمه حضرتك وحابين ناخد راي حضرتك فيها. تمام. كان معانا استاذ كمان من الشرقيه، كان عنده طفل فيه مشكله، عنده عمره 6 سنين، حصل عمليه عشان خطر الحول، والامور كانت عاديه معاه، وبعد كده الحول رد معاه تاني. تسمح لي ارد، لان انا سمعت السؤال قبل. طيب. ما تمام. وانا بتفرج عليكم. اتفضل. هو مبدئيا خلينا نوضح معلومات اساسيه جدا، ان عمليه الحول
بتكون في العضلات الخارجيه للعين، بمعنى ان عمليه الحول لا تتم ابدا على اي جزء داخلي او اي جزء خاص بالرؤيه، يعني القرنيه او الشبكيه او عدسه العين، كل الاجزاء دي اللي مسؤوله عن الرؤيه عمليه الحول بتشتغل بعيد عنها تماما. في عندنا احتمالين بسبب السؤال انه ازاي ما كانش عنده قص نظر وبعدين بعد العمليه بقى عنده قص نظر. الاحتمال الاول ان يكون قبل العمليه ما تمش فحص النظر بشكل كافي عن طريق قطر التوسيع او عن طريق الطبيب المختص، ما تاكدش كويس او بنسبه كبيره انه فعلا ما عندوش قص نظر. يبقى ده الاحتمال الاول ان كان قبل العمليه ما كانش فيه معلومه مؤكده ان الطفل ده ما عندوش قص نظر. الحاجه الثانيه انه ممكن من مضاعفات عمليه الحول انه يحصل حول ثاني او يحصل حول بدرجات مختلفه، اما نفس الحول اللي كان موجود اللي هو الحول الانثى زي ما انا سمعت في الفصل، او انه يحصل مضاعفات فيبقى الحول عكسي، يبقى وحش بدل ما كانت بنت تروح لجوه هتبقى هي تطلع لبره. عمليه قص النظر الكبيره دي المفاجاه ديت يعني نقدر نقول ان هي بعيده شويه عن فكره عمليه الحول، لان عمليه الحول زي ما قلت بدايه بتتم على العضلات الخارجيه اللي هي البعيده تماما عن الاجزاء المسؤوله عن الرؤيه في العين. تمام. اللي كان في سمعت السؤال الثاني بقى بالمره بدل ما نطرحه عليك فقول لنا الاجابه. السؤال الثاني كان ايه معلش؟ استاذ محمد معايا؟ ايوه قول السؤال الثاني. دكتور محمد قول يا احمد السؤال الثاني. استخدام الاجهزه في الفتره الحاليه مع وضع طبعا كورونا وداخلين على مدارس، ففي استخدام الاجهزه كتير في الايام ديت، فحضرتك تنصح المشاهد بايه؟ في الحقيقه استخدام الاجهزه بالمسافات القريبه، يعني خلينا احدد الكلام، اي انسان طفل او كبير راجل او ست بيستخدم مسافه قريبه منه، يعني مثلا زي الكتاب زي القرايه زي اي عمل مهني ينظر الى مسافه قريبه وليكن مثلا 30 سم 40 سم 50 سم، المده الطويله على اي مسافه قريبه بترهق اي عين لاي شخص، بتبقى مرهقه جدا انه يقعد 5 ساعات و6 ساعات و8 ساعات باصص على مسافه قريبه زي كده. طبعا الاطفال عندهم ميزه ربنا يعني مديها لهم ان قوه عينيهم او التكيف عندهم والتاقلم على المسافات سريع وقوي جدا. فالطفل احنا بنحاول ننصحه ما يعملش كده علشان خاطر يعني ما يظهرش عنده ما يسمى بقصر النظر الكاذب، وده بيبقى نتيجه اجهاد العين المفرط. فاحنا ننصحه نقول له لو سمحت انت قاعد بتذاكر ما تكونش الوقت كله بشكل متصل، حاول على الاقل كل ساعه الا ربع، كل نص ساعه لازم تفصل شويه، لازم تبص لمكان بعيد او لازم تغمض عينك. طبعا النصيحه دي للكبار والصغيرين. الصغيرين كمان بينصحهم ان هم لو يعملوا كشف نظر عشان يتاكد ان هو ما عندوش درجات طول نظر خفيه، الدرجات قص النظر مش باينه، لان اي طفل عنده قص نظر يقدر يشوف اي حاجه قريبه. يعني ايه خفيه دكتور؟ دكتور يعني ايه خفيه دي؟ عشان انا مش فاهم بصراحه. دكتور محمد سمعنا؟ سمعنا. طيب هو الخط فصل، اتمنى بس من دكتور محمد يتواصل معانا على صفحه البرنامج ويجاوب على باقي الاسئله. استاذ احمد كنا بنقول في المفروض يبقى في لينك ما بين العميل وما بين الشخص اللي هو واقف يوصل له المعلومه او يوصل له مدى التطوير اللي وصلت ليه العدسات. تمام. اوكي. هو لان هو كله هيصب في مصلحه العميل من خلال ان انت بتوفر له احتياجاته المناسبه لاستخدامه. يعني ما ينفعش عميل يخش لمجرد ان انا مثلا عايز ابيع منتج معين او عايز اعمل حاجه معينه ان انا ابيع له حاجه مش مناسبه لاستخدامه، لا، استخدام مثلا مهندس في مواقع عمل غير استخدام محاسب في متواجد في مكتب مثلا في شركه او في بنك، اوكي، غير استخدام مدرس، غير استخدام طيار، كل واحد له استخدامات معينه. والنهارده زي ما قلت لحضرتك التطور اللي موجود في صناعه العدسات بيأهلنا تماما ان احنا نوفر لكل واحد الاستخدام المناسب ليه اللي يديله الاريحيه التامه بمجرد استخدام النظاره. يسبق الكلام ده زي ما قلنا اختيار الاطار المناسب لشكل وجه العميل وقوه الفحص البصري اللي هو عمله عند الطبيب. تمام. كنت بعد اذن حضرتك عشان كنت في البدايه قلت شركات كثيره جدا وفي منافسه. تمام. منافسه جوده ولا سعر؟ لا، هي المنافسه، اولا المنافسه السعريه ما بين الشركات متقاربه بشكل كبير. ايوه. المنافسه في الجوده هي دي اللي متاحه وموجوده زي ما قلت لحضرتك لمصلحه العميل تماما، ان هو ياخد عدسات تدي له الاريحيه،
تديله طبعا النهارده في مجموعه من الطبقات بتحط على العدسه الواحده تتجاوز اعداد كبيره، كل طبقه ليها فايده معينه وليها ميزه معينه، برضو كل الكلام ده بيتناسب مع احتياج العميل. انا كعميل اعرف ازاي؟ يعني اعرف يعني شركات كتيره، واحنا اصلا القطاع ده مبهم بالنسبه لنا، انا بروح اعمل لي نظاره واديله كشف، فاعرف ازاي انا ممكن اخد من الاخر كلام حضرتك القطاع مبهم، احنا بقى محتاجين القطاع ما يبقاش مبهم بالظبط، ان هو يكون واضح. أيوه. بالظبط احنا محتاجين قطاع قطاع لا قطاع البصريات لازم ياخد المكانه المرموقه. أيوه. يعني زمان الشخص لما كان بيعمل كشف النضاره عند الطبيب ويروح لمحل النضارات، ومحلات النضارات كانت محدوده ما كانتش كتير واسمائها معروفه، فلا ده بالنسبه له هو رايح لطبيب تاني. يعني محترمي طبعا لكل الاطباء، بس هو رايح لطبيب تاني، رايح يتعامل برقي، ياخد شامبر راقي، ياخد عدسات راقيه وما الى ذلك يعني. فالنهارده احنا عايزين نعيد قطاع البصريات عشان ما يبقاش مبهم. طيب. الناس تبقى فاهمه ان هي راحه لقطاع طبي تجاري بالظبط. فدايما بنتكلم على الراجل اللي هو الفني، ان هو بيوصل رساله بالظبط، وبيوصل امانه، ان هو الكشف اللي موجود في ايده ده لازم بتبقى امانه وصلت له. تمام. يقدر اللي هو يوفر للعميل الشكل المطلوب. تمام. في الكشف بتاع الطبيب باحسن صوره. انت عارف يا استاذ احمد انا دايما بوصف الشغلانه بتاعتنا بايه؟ على فكره حضرتك زمان، ما اعرفش حضرتك ولا ما حضرتش، الصيادله زمان كانوا بيعملوا عمليه الدواء تركيب. تمام. يعني بعض الادويه كان بيتم في معمل جوه الصيدليه. ما حضرتكش احنا الحاجات دي، انا عارف ان حضرتك اتكلم عن جيلي حضرتك جيلك يعني. فهي نفس الفكره، ما ينفعش المعايير تبقى مختلفه، ما ينفعش المعايير تبقى غلط. أيوة. ممنوع الخطا. هو انا يعني ظني في قطاع البصريات هي نفس الفكره، انت لما تاخد مني منتج كمستهلك غير مسموح فيه الخطا، انت بتاخد الوصفه الطبيه اللي كتبها الطبيب بتاعك بالزبط. اتنفذت على نظاره طبيه متفقه مع احتياجاتك، بعدسه متفقه مع احتياجاتك، ممنوع الخطا. وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله بنحاول نوصله. العميل لازم يعرف ان القطاع ده قطاع طبي بياخد احتياجاته الطبيه منه. الفكره بقى في العدسات يا استاذ سيد، ان هي الشركات النهارده بتنافس بعضها زي ما قلت لحضرتك في الجوده. الاحتياجات، حتى الاحتياجات اللي هي مرتبطه بالكلام اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيه والدكتور محمد مشكوره نتكلم فيه، ان هو التغير في استخدامات التكنولوجيا والاحتياجات للكمبيوتر والتليفونات وخلافه، بالذات مع التحول للتعليم اللي هو اصبح اسمه التعليم الهجين، ما بين حضور مؤقت في المدارس وما بين حضور اكتر في الاونلاين. فطبعا لازم كل مستخدم يبقى عارف ازاي ان هو ما يرهقش. يعني احنا خدنا احنا كبرنامج 6 على 6 احنا اخذنا الخطوه والريسك ان احنا القطاع دوت يطفو الى عامه الناس وتعرف ايه. هل برنامج 6 على 6 لوحده كفيل، ولا ايه الدعم اللي عشان نقوله نرتقي بالمهنه او الناس تعرف مهنتنا ايه؟ اولا احنا بنشكركم على برنامج 6 على 6. شكرا. وان شاء الله الرساله بتاعتكم توفقوا في ايصالها للناس كلها، وان شاء الله باذن الله القطاع واصل فكره الصح للناس. لا طبعا هو مش كفيل، هو كل القطاعات الرائدة أو العاملة في مجال البصريات، من شعب بصرية داخل الغرف التجارية، من جمعيات المرتبطة بجمعية البصريين من خلافه، لازم تحط القطاع ده في مكانه الرئيسي، وده كله لازم يتم بمساعدة وزارة الصحة. أيوة. وزارة الصحة اوكي كمكان هو المسؤول عن القطاع بتاعنا، هو اللي بيدينا تراخيص المزاولة المهنة بتاعتنا. اوكي لازم ان هو يبقى له الدور الفعال في ان هو يبرز اهميه قطاع البصريات بالنسبه للناس. بس انتوا رسالتكم طبعا ان شاء الله تكون موفقه. هو في رساله ثانيه كان موجهه دكتور محمد سعيد قالها في اخر الفيديو بتاعه. تمام. قال ان هو في كتاب يخص. تمام. جميع قطاع البصريات، هو مسميه، انا اطلعت عليه بصراحه، A to Z. ما شاء الله. دي كل دي خطوات، يعني حتى الخطوات فرديه، يعني احنا 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 متفقين جدا ان احنا نبدا خطوات فرديه. تمام. بس انا محتاج الهيئات والمؤسسات كلها تدعم، احنا مش عايزين نبدا من فوق لتحت، عايزين نبدا السلم تدعيم فكره التطوير عموما. يعني انت شايف ايه التدعيم تاني بالنسبه لك؟ هو بص حضرتك يعني سريعا بس، لان حاضر احنا لو بدانا اتفاجئت ان الوقت خلص، مش عارف معقوله. ممكن ناخد الاجابه بسرعه كده؟ طيب هو البدايه لازم تبقى من التعليم في المعاهد البصريه، لازم يحصل فيه تطوير يتماشى مع
كل المتطلبات او كل التغيرات الحديثه اللي بتحصل على مستوى العالم. لازم ناخد المكانه المناسبه لمصر في مجال البصريات من ناحيه التعليم. لو طلعت اخصائي بصريات متعلم بشكل كويس، اخد دوراته التدريبيه بعد كده بشكل كويس، فانت هتضمن تماما القطاع ده النجاح في انه يقدر يقدم الخدمه بشكل ممتاز. نتمنى ان شاء الله حاجه زي كده. وبشكر حضرتك يا استاذ احمد جدا. استاذ احمد، برنامج ده عايز يبقى ساعتين. نخليه انا مش واخد راحتي. انا ممكن اقعد معاكم ساعه ثانيه. لان اتشرفنا بيكم بجد والله. شكرا لك. شكرا استاذ احمد جدا. شكرا للسيد. بنشكر حضراتكم جدا على الوقت اللي قضينا معاكم، وان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله تكون في الافضل دايما. شكرا والى اللقاء. شكرا.